بريفين البحث العلمي، ولكن يعني المناهج الثلاث الأشهر والأكثر انتشارا هي اللي راح نتعرض لها إحنا في محاضرتنا أو في مساقنا اللي إحنا ماخذينه. في البداية شو يعني مناهج البحث العلمي أو شو منهج البحث العلمي؟ منهج البحث العلمي أو منهج البحث هو الطريقة التي يسلكها الباحث في تناول موضوع البحث، وعلى ضوء المنهج يتم تحديد مفاهيم وإطار الدراسة ومجتمع البحث ونوع البيانات ومصادرها وكيفية الحصول عليها ومجالات الدراسة وطرق تحليل البيانات، بمعنى الطريقة اللي أنت بدك تسلكها حتى تحلل البيانات اللي أنت حصلت عليها وتخرج بنتيجة، تخرج بقرار. شو الطريقة اللي أنت بتتعامل فيها مع هاي البيانات؟ ماشي؟ منهج البحث هو الطريقة اللي أنت بترتب البيانات، بتصنف البيانات، بتحلل البيانات، الأولويات، مصادر البيانات، شو الطريقة اللي أنت بتنتهجها حتى تخرج بالنهاية بقرار، تخرج بنتيجة تفسر فيها الظاهرة اللي أنت بدك تدرسها، تتنبأ بحركة الظاهرة اللي أنت بدك تدرسها، تتحكم بعناصر الظاهرة اللي أنت قاعد تدرس فيها. تمام؟ في عنا ثلاث أنواع رئيسية غالبا تستخدم في مناهج البحث العلمي. المنهج الأول طبعا زي ما حكيت لكم مش هي الوحيدة لكن هي الأشهر. المنهج الأول منهج التاريخي، والمنهج التاريخي تعريف اللي أمامنا بحكي لنا هو منهج لفهم وتفسير الأحداث التي وقعت في الماضي بغرض الوصول إلى نتائج تتعلق بالأسباب والآثار والاتجاهات مما يساهم في تفسير الأحداث الحاضرة وتوقع الأحداث المستقبلية أو الأحداث المقبلة. بشكل أساسي المنهج التاريخي بتعامل مع الأحداث القديمة، الأحداث القديمة اللي صارت وانتهت، يحاول إنه يفسرها، بيحاول إنه يستعرضها، بيحاول إنه يأخذ عبرة منها، بيحاول إنه يتعامل مع الآثار تاعتها. تمام؟ إذن عناصر البحث تاعتي قديمة، صارت سابقا وانتهت، هذا في المنهج التاريخي. في المنهج الوصفي، المنهج التاريخي دائما بيحكون بتعامل مع الماضي، المنهج الوصفي بتعامل مع المضارع، مع الحاضر. المنهج الوصفي المنهج المتبع لدراسة الظواهر العلمية من خلال القيام بالوصف بطريقة علمية من أجل الوصول إلى تفسيرات منطقية لها دلائل وبراهين. إذا المنهج الوصفي بوصف الواقع الحاضر اللي أنت موجود فيه، أحياناً بيكتفيش بالوصف، أحياناً ممكن ينتقل من الوصف إلى التفسير، ممكن يصير يحكي عن علاقات. تمام؟ قوية ما بين عناصر يصير يتنبأ من خلالها، ولكن بشكل أساسي المنهج الوصفي هو يتعامل مع الحاضر، مع الأحداث اللي قاعد بتصير حاضرا، ما بتدخل فيها، هو ما بيأثر عليها، بيوصفها كما هي وبيوصف العلاقات اللي موجودة بين عناصر هاي الظاهرة. تمام؟ طيب إذا كانت هاي الظاهرة هو بده يأثر فيها، بده يتحكم بعواملها، بده يكون في إله أثر، هو كباحث يكون في إله أثر فيها، بنصير نحكي عن المنهج التجريبي. المنهج التجريبي المنهج الذي يعتمد على الاستقراء العلمي. بشكل أساسي المنهج التجريبي يعتمد على الاستقراء العلمي عن طريق التجربة، وذلك لكشف التأثير والعلاقة ما بين المتغيرات. بيعتمد بشكل أساسي على التجربة، عشان هيك المنهج التجريبي بيعتبروه رصد للظاهرة في المستقبل. كيف يعني في المستقبل؟ في الماضي عرفنا التاريخي، في الماضي ظاهرة حدثت زمان وانتهت،
الوصفي بالحاضر قاعد بتصير أمامي وأنا قاعد بوصف فيها وبفسر العلاقات اللي بين العناصر تاعتها. طب كيف المنهج التجريبي في المستقبل؟ التنبؤ الاحتمالي. مش موضوع، لا مش تنبؤ، التجريبي بمعنى أنه أنت كباحث بسبب تدخلك فيها، مش حكينا الباحث لازم يتدخل حتى تكون تجريبي، أنت بتدخلك فيها أنشأت بيئة وكأنها في المستقبل صارت، يعني أنت أنشأتها، مش إجيت ولقيتها موجودة وتعاملت معها على أساس أنها حاضر مضارع، لا أنت قاعد تتعامل مع المستقبل بمعنى أنه أنت أنشأتها، ما كانت منشأة، أنت أنشأتها فصارت مستقبل. كويس؟ يعني التجربة أنت اللي أنشأتها، ما كان في عندي معدن وحرارة، أنا رحت على المختبر وجبت معلقة وجبت قداحة فرضا مثلا، هي صارت بالمستقبل ماشي، وولعت القداحة وشفت هل هذا بيأثر على المعلقة اللي موجودة بين يدي ولا لا، يعني هاي التجربة أنا أنشأتها وكأني عملتها بالمستقبل. إذن التاريخي ظاهرة بتدرس، ظاهرة في الماضي، الوصفي ظاهرة في الحاضر قاعدة بتصير الآن، التجريبي ظاهرة أنا أنشأتها، ظاهرة أنا أنشأتها، عشان نقول إنه التجريبي يعالج ظاهرة في المستقبل. واضح الفكرة كيف؟ أي نعم. تمام. طيب بما إنه إحنا بنحكي عن ظواهر وعلاقات وعناصر موجودة في التجربة تاعتي، أو مش في التجربة، في الظاهرة اللي أنا بدي أدرسها، في عندي ملاحظة أساسية وضرورية جدا. بحكي لي إنه العلاقات السببية مستحيلة في التاريخ، صعبة في الوصفي، ممكنة في التجريبي. شو يعني؟ حكينا الظاهرة اللي كانت في الماضي ظاهرة صارت وانتهت، ماشي؟ ظاهرة صارت وانتهت. علميا، وأنا بحكي علميا مش معرفيا، علميا، علميا يعني ساينس، علميا حتى إنه أقول بإنه ألف هو المسبب لباء، لازم أشيل ألف وأشوف إنه باء ما صارتش. كويس؟ هذا علميا. هل هذا ممكن في التاريخي؟ أكيد لا. أكيد لا، لأنه لا ألف ولا باء أنا شايفه، مش موجودات عندي، ألف وباء راحوا. معرفيا ممكن، يعني ممكن أقول بأنه السبب الهزيمة اللي صارت في معركة أحد أنه بعض الصحابة نزلوا عن الجبل، هذا معرفيا، ولكن علميا لا بقدرش، لأنه أنا بقدرش أني أغير بأحداث التاريخ حتى أقول بأنه فعلا هو كان السبب ولا لا. عرفنا الفرق؟ واضح؟ واضح. كويس. إذن العلاقة السببية في التاريخ مستحيلة، ليش؟ لأنه لا المتغير التابع ولا المتغير المستقل موجودات عندي، الاثنين راحوا، الاثنين بالماضي. طيب في الوصفية، في التاريخ الوصفي صعبة. ليش؟ ليش صعبة بالوصفي؟ هو قدامي مضارع وأنا موجودة قدامي الأحداث، لأنه شرط الوصفي إيش؟ أنه الباحث ما يتدخل. كويس؟ بس بتفرج، تفرج وبوصف وفسر، ما بتدخل، مجرد ما يدخل صار تجريبي. الوصفي الباحث ما بتدخل حتى أقول بأنه هذا البحث تاعي بحث وصفي، الباحث ما بتدخل. كويس؟ ولأنه ما بتدخل يصير ممكن يتنبأ، ولكن لأنه ما مارسش عمليا أنه يشيل العنصر ألف وبالتالي يشوف شو الأثر أثر ذلك على العنصر باء، بصير هو يتنبأ ويتوقع بس مش جازم، بصير السببية صعبة، بصير أقول في علاقة ما بين المتغير ألف والمتغير باء، في علاقة، بس إني أجزم بأنه هو السبب، المتغير ألف هو السبب في حدوث باء، هاي صعبة جدا في الوصفي. تمام؟ ليش بقول صعب مش مستحيل زي التاريخي؟ وهو أنا يعني برضو بديش أتدخل، لأنه قدامك،
لأنه قدامي، ولأنه أحياناً العلاقة ما بين ألف وباء بتكون قوية جداً لدرجة ممكن تخليني أتوقع بأنه هي السبب، ولكن بجزم؟ لا ما بجزم. يكون في علاقة، بلاحظ أنه دائماً في علاقة بين ألف وباء. لما يكون في ألف موجود دائماً باء موجودة، لما يضيع لما يروح ألف باء بتكونش موجودة. لاحظت، أنا شايف هذا الحكي، ما تدخلت فيه أنا بس أنا شايفه. هذا بيعطيني علاقة قوية، خليني أحس أنه في علاقة قوية مش سبب، علاقة قوية بين ألف وباء. تمام؟ طيب في التجربة ممكنة، ليش؟ لأنه أنا كباحث بشتغل بإيدي، أنا بشيل ألف وبحطه على جنب، شلت الحرارة وبعدتها، تمددت المعلقة ما تمددت، قربت الحرارة لقيت المعلقة تتمدد. إذن ممكن في التجريب، واضح؟ أي نعم واضح. كويس، في حدا عنده أي سؤال يا شباب لحد الآن؟ مستمر؟ طيب بفترض بأنه ما حدا عنده سؤال، خلينا نستمر. في عنا مثال هون، واحد بيحكي لك بدي أدرس القلم، القلم اللي بنكتب فيه. مثال لدراسة موضوع بأكثر من منهج. طبعا في عنا واحد من المناهج اسمه المنهج المختلط. المنهج المختلط تستخدم التاريخي والوصفي والتجريبي، كله بتستخدمه في البحث تاعك، ماشي؟ طيب بدي أستخدم أكثر من منهج حتى أدرس، في عندي دراسة بحثية على القلم، بدي أجري دراسة على القلم. متى بتكون الدراسة تاعتي على القلم بتكون تاريخية؟ متى بتكون دراسة وصفية؟ متى بتكون تجريبية؟ احكي لي منهج تاريخي لدراسة تاريخ استخدام القلم، متى أول واحد استخدم القلم؟ متى اخترع القلم؟ وأول استخدامه والآثار التي ترتبت زمان، الآثار التي ترتبت على استخدامه، مين اللي استخدم القلم؟ شو تاريخ أول استخدامه للقلم؟ بعد ما استخدم القلم شو كان أثر استخدام القلم سابقا على الحركة الثقافية الموجودة في المجتمع؟ هذا كلياته وين صار؟ بالماضي، صح؟ بقدر أرصده الآن، بقدر أشوفه الآن، بقدر أشوف إشي منه الآن. إشي وانتهى، إشي وانتهى زمان، أنا قاعد بحكي عن الماضي، ماشي؟ حتى الآثار تاعته أنا بدي أشوف الآثار الماضية، الآثار القديمة تاعت القلم، كويس؟ إذا أنا قاعد بحكي عن التاريخ تاع القلم. طيب الآن بدي أحكي عن القلم بالمنهج الوصفي، بدي أشوف التركيب تاع القلم، من إيش بتكون، شو العناصر تاعة القلم، شو طريقة استخدام القلم، شو الخطوط الجميلة اللي أنا ممكن أكتبها بالقلم حاليا، ماشي؟ بإيش أنا ممكن أنتج باستخدام القلم، شو ممكن أكتب، تمام؟ إذا بدي أدرس التركيب تاع القلم، الشكل تاع القلم، كمية الحبر الموجودة في القلم، وكيف طريقة الخطوط اللي أنتجت الآن يعني حالياً مع استخدام القلم، يعني الحاضر، هذا كلياته وصف لشيء موجود أمامي، لشيء موجود أمامي. القلم كقلم موجود سابقاً وأنا بشوف الأثر تاعه حالياً، كيف التوصيل التركيبة تاعته حالياً، وشو الاستخدام تاعه حاليا، طرق استخدامه، في ناس مسكوه بطريقة كذا، في ناس مسكوه بطريقة كذا، وهذا يعني له علاقة بطريقة الخط، جودة الخط وجمال الخط حاليا، شو اللي قاعد بيستخدمه حاليا. ولا القلم هو كقلم مستخدم أو يعني منتج من زمان، بس أنا بوصف التركيب تاعه والأثر تاعه، كويس؟ بوصفه وصف فقط، هذا المنهج الوصفي. طيب إذا أنا بدي أدرس أثر كثافة الحبر مثلاً على جودة القلم، لاحظ في المنهج الوصفي أنا قاعد بوصف ولا تدخلت بإشي، ما غيرت بتركيبة القلم أبداً ولا غيرت بطريقة استخدام القلم. أنا بشوف ناس قاعدين بيستخدموا القلم وبوصف فيها، بشوف
كيف قاعدين بيستخدموا بالقلم. تمام؟ في المنهج التجريبي طبعا هذا كله راح ندخله بالتفصيل بس بعد هيك يعني. الآن لمحة عامة في المنهج التجريبي، لا أنا بدي أشوف أثر كثافة الحبر مثلا على جودة الخط. كيف؟ بجيب قلم بكثف الحبر تاعه وبكتب فيه بشوف كيف جودة الخط كانت، بعدين بقلل نسبة الكثافة وبشوف كيف جودة الخط كانت، بزيد الكثافة بغير نوع الحبر بشوف النوع الجودة، بختار لون كذا وبشوف الجودة، بختار لون كذا، ماشي؟ الكثافة مثلا اللون، يعني أنا كشخص قاعد بساوي أثر معين، بعمل موديفاي معالجة للموضوع اللي أنا قاعد ببحث فيه. هنا صار المنهج تاعي تجريبي. واضحة الفكرة العامة؟ يعني بديش أقول إنه واضحة تماما، بس واضحة الفكرة العامة، شو يعني تاريخي، شو يعني وصفي، شو يعني تجريبي؟ واضحة دكتور. تمام. إذا أنا بحب إنه أحط ميزان معين للموضوع صعب، يعني تقدرش تقول إنه أنت من العنوان تاعك تقدر تجزم بإنه البحث هذا بحث وصفي ولا بحث تجريبي ولا بحث تاريخي، إلا إذا الباحث كتب يعني، بس مجرد العنوان أحياناً تقدرش، ماشي؟ ما بتقدر تجزم إلا من الإجراءات اللي قام فيها الباحث. بالإجراءات تاعت الباحث هل تدخل؟ إذن تجريبي. ما تدخل؟ إذن وصفي. البيانات اللي اعتمد عليها بمعنى المتغير التابع والمتغير المستقل، الاثنين هذولا بالماضي، المتغير التابع والمتغير المستقل، الاثنين هذولا بالماضي، إذن تاريخي. المتغير المستقل بالماضي بس التابع بالحاضر وأنا قاعد بوصف فيه، إذن وصفي. المتغير التابع والمتغير المستقل الاثنين أنا أنشأتهم وأنا عملتهم بمعنى بالمستقبل من خلال تجربة، أو أنا أثرت فيهم بالمتغير المستقل والمتغير التابع، إذن تجريبي. كويس؟ هذا بشكل عام. لما ندخل بالتفصيل إن شاء الله بيتضح الموضوع أكثر. واضح هذا السلايد؟ في حدا عنده أي سؤال فيه؟ في أي سؤال؟ ما في أي سؤال. سامعيني يا شباب؟ الكل سامعني؟ سامعيني. كويس. طيب في خطة عامة، أسلوب بحث عام مشترك فيه يعني المناهج الثلاث، بعدين راح نصير نفصل في كل واحد من هاي المناهج بإيش بيختلف عن غيره، بس بشكل عام مناهج البحث العلمي تشترك بخطة مشتركة في البحث. أول شيء كل المناهج، كل مناهج البحث العلمي أول شيء بتقوم بتحديد المشكلة والفرضية وتحديد نوع البيانات المطلوبة وتحديد مصادرها من وين تحصل على البيانات. وبدي أنتبه إنه في عندي نوعين من البيانات اللي أنا بتعامل معهم. في عندي نوع اسمه البيانات الثانوية، وفي عندي نوع اسمه البيانات الأولية. البيانات الثانوية والبيانات الأولية. البيانات الثانوية يتم الحصول عليها من المصادر المنشورة، يعني البيانات الثانوية زي الرسائل العلمية، الدوريات، المؤتمرات، الصحف، التقارير، المجلات، السيرة الذاتية، الرواية المنقولة، بمعنى أنه الباحث ما قام بشكل مباشر بالحصول على هاي البيانات، هاي بنسميها بيانات ثانوية. رسائل علمية لواحد ثاني غيره نشرها فهو اطلع عليها. دوريات في بعض المؤسسات بتعمل زي بروشورات، دوريات بيسموها، كل سنة بتطلع تقرير فيه بيانات، زي دائرة الإحصاءات العامة كل سنة بتطلع تقرير فيه نسبة الإناث للذكور، عدد السكان، نسبة البطالة إلى آخره، هاي بنسميها دوريات. الباحث هو اللي قام فيها؟ لا، مش الباحث، عشان هيك بنسميها ثانوية.
المؤتمرات اللي بتنشرها، في مؤتمرات دائما بتنشر يعني نتيجة المحاضرات اللي صارت فيها، الصحف، التقارير، المجلات، السيرة الذاتية، واحد كاتب سيرة الذاتية، الروايات، واحد كاتب رواية معينة، بمعنى أنه الباحث مش هو اللي قام فيها، ماشي؟ البيانات ما نتجت بناء عن بحث قام فيه هذا الباحث نفسه، حصل عليها من غيره، نسميها بيانات ثانوية. البيانات الأولية لا، الباحث قام فيها، يتم الحصول عليها من دراسة الباحث الميدانية، زي شو؟ الملاحظة، الاستبانة، باحث وزع استبانات على أشخاص وأعطوه، عبوا الاستبانات، جاوبوا على الأسئلة وحصل على البيانات من هاي الاستبانات، ملاحظة، شاهد شيء معين قاعد يصير أمامه، المقابلة، عمل مقابلة مع شخص معين وسألوا مجموعة أسئلة وحصل على النتائج، اختبار، عمل اختبار لمجموعة من الناس أو مدرس مجموعة طلابه، الآثار، شاف قدامه أبو الهول، شاف قدامه البترة، ماشي؟ هاي كلياتها بيانات أولية، بيانات أولية. النقطة الثانية بعد تحديد المشكلة والفرضية ونوع البيانات، تحديد مجتمع وعينة البحث. مجتمع الدراسة اللي هو كل المجتمع، يعني أنا بدي أعمل دراسة على طلاب الجامعات الحكومية، كل طلاب الجامعات الحكومية هم مجتمع البحث، أو بدي أعمل دراسة على المجتمع الأردني، كل المجتمع الأردني هو مجتمع البحث، أو بدي أعمل دراسة على المواطن العربي، كل مواطن عربي في أي مكان في يعني الدول العربية هو مجتمع بحث. بس أنا هل بقدر أنه أجري دراسة على هذا الكم الكبير جدا من الملايين الناس؟ لا بقدرش. إذن بأخذ عينة، مثلا طلاب الجامعات الحكومية، بأخذ عينة من طلاب جامعة اليرموك، تمام؟ أنا بدي أفحص جسم الإنسان وبعرف بأنه في فيروس معين أو بكتيريا معينة ممكن تكون موجودة بالدم، هل أنا بقدر أخذ دم الإنسان كلياته حتى أشوف بأنه البكتيريا هاي موجودة في الجسم ولا لا؟ مستحيل، بموت. شو بدي أعمل؟ بدي أخذ عينة كافية، عينة كافية من دم هذا الشخص، دم المريض، حتى أشوف بأنه هذا الفيروس أو هاي البكتيريا موجودة ولا لا، أو هاي الجرثومة، صح؟ لأنه صعب أني أعمل دراسة على جميع أفراد المجتمع، بأخذ عينة من هذا المجتمع. طيب، في عندي نوعين من العينات، في عندي عينة عشوائية وفي عندي عينة غير عشوائية. العينة العشوائية هي العينة اللي أنا بقدر أعمم النتائج اللي حصلت عليها منها وبتخدم الدراسة تاعتي، عينة عشوائية. ليش؟ لأنه عينة غير العشوائية متهم صاحبها دائما بالانحياز، غير عشوائية معناته أنت اخترت أشخاص معينين، العشوائية لا، أنا ما اخترت أشخاص معينين، أنا في عندي شرطين فقط في العينة اللي أنا بدي أخذها. الشرط الأول التمثيل، أنا بدي أعمل دراسة عن طلاب الجامعات الحكومية والعينة تاعتي طلاب جامعة اليرموك، هل هم ممثلين لمجتمع الدراسة؟ نعم ممثلين، لأنه جامعة اليرموك بالنهاية هي جامعة حكومية. بدي أعمل دراسة على المواطن العربي وأخذت عينة مجموعة أردنيين، هل هي ممثلة؟ نعم ممثلة، لأنه أي واحد أردني هو بالضرورة عربي، طبعا غالبا يعني، تمام؟ الشرط الثاني التكافؤ، أي واحد، أي طالب في جامعة اليرموك كان في عنده فرصة مكافئة لأي طالب آخر بأنه يكون واحد من هاي العينة، شنك عشوائية مش انتقائية، ماشي؟ حتى تكون هاي العينة يمكن تعميم النتائج تاعتها وعينة سليمة، لازم يكون في فرصة التكافؤ عند الجميع،
وفقط العشوائية هي اللي اختارت سين وما اختارت صاد فقط. ماشي؟ كيف يعني ما فهمت؟ يعني بالنهاية أنت كنت جزء من العينة اللي بدها تدرس تعمل دراسة على طلاب الجامعات الأردنية، والعينة كانت من طلاب جامعة اليرموك. ماشي؟ أنت طلعت بهاي العينة، ما طلعت بهاي العينة لأنه في اعتبارات خاصة بينك وبين الباحث، مش لأنه تقصد الباحث أنه يختارك أنت، لا، الصدفة طلعتك أنت بالعينة، وهو ماشي بالشارع بوزع استبانات أعطاك استبانة فقط، مش لأنه هو تقصد أنه يعطيك استبانة. بهاي الحالة الفرصة تاعتك زيك زي فرصة أي شخص ما أخذ الاستبانة، هو فقط أنت تصادف أنه كنت موجودة في نفس المكان اللي هو بوزع في الاستبانات. أما إذا هو تقصد أنه يروح على المكان اللي أنت موجودة فيه ويعطيك إياها، الاعتبارات بتميزك عن غيرك، هو بالنسبة له بتميزك عن غيرك، لا، صار الفرصة مش متكافئة. صح؟ وصل الدكتور. كويس. طيب، في المقابل عينة غير عشوائية، والعينة غير عشوائية قد يكون الباحث مضطر إلها أحياناً، قد يكون مضطر إلها أحياناً، وقد يكون الباحث، وقد تكون هاي العينة غير العشوائية هي مثلب، يعني مثلب في البحث تاعه. كيف؟ عين العشوائية، وطبعا العين العشوائية لا يمكن تعميم النتائج تاعتها لأنه دائما متهمة بالانحياز. العين غير العشوائية متهمة بالانحياز. كيف يعني؟ أحيانا بتكون مضطر أنت لعين غير عشوائية لأنه هاي المتاح. يعني أنا مثلا بدي أعمل دراسة في جامعة اليرموك بس ما حداش مداوم بسبب ظروف الأونلاين، بسبب ظروف الوباء الموجود عندنا، ما حدا مداوم إلا طلاب الطب، ماشي، في المختبرات. فرحت اضطريت إنه أوزع الاستبانة هناك. هسه صارت الفرصة مكافئة لطلاب التكنولوجيا المعلومات مثلا، نفس الفرصة تكافؤوا مع طلاب الطب في هاي الحالة، ما تكافؤوا بسبب ظرف أقوى. يعني هو كان المتاح بالنسبة للباحث فقط طلاب الطب اللي كانوا في المختبرات بسبب ظروف أوامر الدفاع مثلا. هسه هاي العينة غير عشوائية وبالتالي لا يمكن تعميمها، ولكن هذا اللي كان متاح بالنسبة للباحث، ما تقصد التحيز. ماشي؟ ممكن يكون هو قاصد إنه يتحيز من فئة معينة من الناس. مثلا أنا مدرس أو أنا رئيس قسم مثلا، وبدي أعمل استبانة، بدي أعمل بحث أسأل فيه الطلاب عن رأيهم بالخطة الدراسية تاعتنا. ماشي؟ بدي أسأل الطلاب عن الخطة الدراسية تاعتنا، وبدي أشوف، بدي أعمل بحث على الموضوع هذا. إذا تقصدت أنا بدي نتائج تكون يعني تمدح الخطة. ماشي؟ أنا بدي نتائج تمدح الخطة، فأنا تقصدت بأنه الاستبانة أنا ما وزعهاش إلا على الطلاب المتفوقين، لأني عارف بأنه الطالب المتفوق مرتاح بالخطة وقادر يجيب علامات عالية، وبالتالي رح يمدح الخطة بطريقة أو بأخرى. ماشي؟ أنا تقصدت. فهنا هاي العينة بتكون منحازة، متهمة بالانحياز، وبالتالي لا يمكن تعميم النتائج تاعتها لأنها ما كانت الفرص متكافئة مع الجميع. قد تكون ممثلة أو هي ممثلة بالضرورة لأنه كل الموجودين طلاب هذا القسم، ولكن الفرص ما كانت متكافئة، كان في انحياز لفئة معينة من الطلاب. هاي عينة غير عشوائية وبالتالي لا يمكن تعميم النتائج تاعتها. واضح؟ طب أحياناً الإعلام بصير يروحوا أو ينحازوا زي الفئة الكويسة مثلاً، ليش هذا اللي بصير؟ وليش بياخذوا بأراء هيك يعني؟ قلت لك أحياناً بيكون في هدف معين، يعني مش كل الدراسات العلمية بريئة ونزيهة. أحياناً في أشخاص معينين بدهم يمشوا سياسات معينة، يمشوا قرارات معينة، يكون حريص أنه يطلع دراسات بحثية ويحكي لك مركز الدراسات الفلاني
طلع بهاي النتائج حتى يخدم قرار معين هو بده يتخذه. بس علميا هاي النتيجة لا يمكن تعميمها، نتيجة منحازة هاي، لأنه العينة غير عشوائية. في بعض يعني مراكز الدراسات بتصلوا، ممكن يكون المقابلة عن طريق التليفون، بتصلوا بأرقام معينة أشخاص محددين، بتصلوا فيهم بيسألوهم لأنه عارفين مسبقا شو انطباعهم مثلا، شو رأيهم. كويس، فمش دائما الدراسات تكون النتائج تاعتها صحيحة، يعني ممكن يصير في تلاعب بالعينات اللي بأخذوا رأيها. طيب النقطة الثالثة، تحديد أداة البحث وطرق جمع البيانات. أنا حددت العينة اللي أنا بدي أشتغل عليها، عينة معينة، مجموعة طلاب من جامعة اليرموك، لأنه البحث تاعي، وهي العينة ممثلة وفي فرص متكافئة وعشوائية، يعني ما راح أختار ناس محددين حتى تكون الدراسة تاعتي صحيحة والنتائج تاعتي محايدة نزيهة. هسا بدي أحدد شو الطريقة اللي أنا بدي أجمع فيها المعلومات. في عندي ثلاث أدوات رئيسية. في عندي الاستبانة، عبارة عن ورقة ورح نتكلم عنها بالتفصيل بوقتها، ورقة فيها مجموعة من الأسئلة، الباحث قادر من هاي الأسئلة أنه يخرج بنتائج، يحصل على معلومات، ما بتكون أسئلة عشوائية ملاش علاقة بالموضوع تاعك، لا، تكون أسئلة مدروسة، عارف أنه هاي السؤال رح يعطيني هاي النتيجة، هاي الإجابة رح تؤدي له السؤال الفلاني أو النتيجة الفلانية. الملاحظة، أحياناً أنت ممكن تعمل تجارب، تعمل مجموعتين، في مجموعة عندي اسمها مجموعة ضابطة من خلال هاي المجموعة الضابطة ومجموعة المتحكم فيها، المجموعة الكنترول هي الضابطة، من خلالها أنا بقدر يعني أحدد أو أدخل المتغير المستقل اللي أنا بدي أختبره وأختبر أثره على المتغير التابع. ممكن أعمل مجموعات، وخاصة هاي بتكون في مجالات في الأبحاث الطبية، يعني بعمل مجموعتين في الأبحاث الطبية حتى أختبر مثلا الفاكسين أنه هل له أثر ولا لا، بعمل مجموعتين، مجموعة بلاسيبو بسموها، مجموعة ما فيش عليها، ما فيش فيهاش المادة الفعالة تاعت الدواء تاعي، وبوهم الأفراد تاعون هاي المجموعة بأنه أنتوا حصلتوا على الدواء، ومجموعة ثانية بعطيهم الدواء وفيه مادة الفعالة، وبستنى فترة معينة وبشوف شو الفرق ما اللي كان ما بين المجموعتين، وبناء عليه بحدد مدى فاعلية الدواء اللي أنا عملته. تمام؟ هذا ممكن يكون شكل الأشكال الملاحظة اللي أنا من خلالها بدي أجمع البيانات بشكل تجريبي يعني. والملاحظة ممكن تكون ظاهرة أنا شفتها، سلوك معين أنا قاعد برصده وبشوفه بدون ما أسأل الأفراد تاعونه. ممكن أراقب طفل معين عنده مثلا صعوبات تعلم، أراقبه أنا، أو عنده إعاقة معينة، أو عنده مشاكل، عنده توحد مثلا، أراقبه بالكاميرا وأشوف شو الحركات تاعته، وبصير أدون أجمع البيانات. هاي شكل من أشكال جمع البيانات. ممكن عن طريق المقابلة الشخصية، ألتقي مع شخص والأسئلة بدل ما تكون مكتوبة على ورقة أنا أسأله إياها مباشرة، والأمر هذا بيعتمد على أهمية الشخص اللي أنت بدك تسأله. يعني إذا كان شخص عادي ممكن أودي له، يعني طالب من الطلاب ممكن يعني أخليه يجاوب على مجموعة من الأسئلة، ولكن إذا كان شخص له قيمة بالمجتمع مش مناسب أعطي ورقة وأقول له جاوب لي الأسئلة هاي، لا، أنا بقول له لو سمحت بدي أحجز معك موعد ألتقي أنا وياك فيه، في عندي مجموعة من الأسئلة حاب أستفيد منك فيها، وبقابله شخصيا، والأسئلة نفسها تاعت الاستبانة بسأله إياها وبتحاور أنا وياه، بكون في فرصة إنه أبني على سؤال مش موجود أصلا بالاستبانة، أبني عليها سؤال آخر بسبب الإجابة تاعته، وأتوسع بالإجابات والأسئلة. والبعض بيعتبر المقابلة صورة من أصور الاستبانة،
لأنه تقريبا يعني الفارق الوحيد هو إنه أنت وجهت السؤال وهو يعني وجه لك الإجابة مشافهة ولا كتبها بخط اليد. هذا الفرق يعني هو بيعتبره بينه وبين الاستبانة، عشان هيك بيعتبروها شكل من أشكال الاستبانة. الاختبار يعني مجموعة مثلا وأعملهم كويز مثلا بالنهاية، أو أختبر سلوك معين، امتحان أنا بدي أشوف ظاهرة التعليم الأونلاين مقارنة مع الوجاهي وأقيم بالنهاية، أعمل اختبار للطلاب اللي درسوا وجاهي وطلاب درسوا أونلاين وأشوف شو الفرق الموجود بيناتهم وشو النتيجة اللي أنا حصلت عليها. يعني بالنهاية يعني أدوات وطرق لجمع البيانات، جمع البيانات. واضح النقطة الثالثة؟ واضحة دكتور. في فرق بين الملاحظة والاختبار؟ في فرق طبعا. يعني الملاحظة أنت بترصديها بدون ما تتدخلي فيها، بتشوف السلوك يعني بشكل عام. الاختبار أنت ممكن تتدخلي في العناصر بتاعته، أنت ممكن تتدخلي في العناصر بتاعته وتغيري وتبدلي وتصير تقارني. أما الملاحظة لا، أنا بدي أرصد الواقع اللي موجود أمامي بدون ما أتدخل فيه. ممكن الملاحظة في رحلات يعني يتطور الموضوع تاعها وأصير بدي أبني على ملاحظة معينة لنتيجة اختبار، نتيجة اختبار، ولكن أنا بكون وصلت لمستوى ثاني من الحصول على البيانات. يعني استفدت من الاختبار في رصد ملاحظات معينة، في رصد ظاهرة معينة بعد ما اختبرت عناصر معينة موجودة. تمام؟ تمام. طب أنا لو أعطيك مثال دكتور، بس أنه لو تحدد لي إذا هي ملاحظة ولا اختبار. مثلا لو جبنا على مختبر الكيمياء جبنا HCl وجبنا محلول غير معروف، لو مثلا تغير اللون للزهري أو لون معين أعطاني اسم وهذا إشي محدد يعني، وإذا أعطاني لون تاني هذا إشي تاني، يعني إيش بحدد؟ هذا اختبار ولا ملاحظة؟ أنت دخلتي بالموضوع، زدتي بالعناصر، زدتي بكمية. لا أنا بس حطيت هذا على هذا. تمام، يعني كتجربة. تمام، يعني اختبار صح؟ اختبار طبعا. تفضل يا أحمد. دكتور هسه مش أنا لما استخدمت أو أخذت العينة طلاب جامعة اليرموك، مش هون صار عندي بايس أو انحياز؟ ليش ما أخذت من كل جامعة شوي يعني؟ تمام، بصير ممكن يكون هذا اتهام، بس أنت هذا المتاح لك. هل أنت متاح لك أنك تروح على الجامعات الحكومية كلياتها؟ يعني أنت ممكن حتى تخرج من هاي المشكلة ممكن تعمل الاستبانة تاعتك أونلاين، ماشي، وبالتالي يصير في عندك فرص متكافئة لجميع طلاب الجامعات الحكومية. بصير كلامك صحيح. تمام، شكرا دكتور. هلا أحمد. غير يا شباب، طيب النقطة الرابعة، بدي أحدد تحديد متغيرات البحث، شو التابع وشو المستقل. والتابع دائما هو محل الدراسة تاعتي، المتغير التابع هو محل الدراسة تاعتي، المتغير المستقل هو المتغير اللي أنا بتحكم فيه وبدي أشوف أثره على المتغير التابع، ماشي. تحديد متغيرات البحث وبيان كيفية قياسها، وبدي أشوف هل أنا بدي أستخدم التحليل الإحصائي، هل بدي أستخدم التجربة إذا كانت ظاهرة طبيعية مثلاً، نستخدم تجربة إذا كان الموضوع له علاقة ب شو بدي أقول، شغل في المعمل في المختبر، وبدي أقارن ما بين عينتين، بدي أتعامل مع تجربة. هل البحث تاعي بحث تاريخي؟ أنا بدي أنقد هذا البحث التاريخي، بدي أشوف المتن تاع الكتابة فعلا كان موجود، هذا الجو العام موجود في المجتمع، هل فعلا هذا الكتاب منسوب لسين من الناس، هل هو عاش في الفترة التاريخية هاي ولا لا. تمام، إذا أنا بدي أشوف شو الآلية اللي أنا بدي أختبر فيها البيانات، وبدي أشوف شو المتغيرات اللي موجودة في البحث تاعي. بعدين بدي أقوم بعملية التحليل الإحصائي إذا كنت بحاجة لتحليل إحصائي،
والبرنامجين الأشهر في التحليل الإحصائي اللي هو الـ SPSS والإكسل نتعامل معه في عملية التحليل الإحصائي. تمام، هاي الخطوات العامة أو الأسلوب العام في البحث العلمي. واضح؟ في حدا عنده أي سؤال عليهم؟ ما في أي سؤال؟ دكتور أنا تفضل يا فراس. بس شتت انتباهي عند النقد التاريخي بالنقطة 4 المجال. شو ماله النقد التاريخي؟ هسه راح نتكلم يعني عن، لما نتكلم عن المنهج التاريخي راح نتكلم عن النقد التاريخي. خلاص تمام. لما نتكلم عن المنهج التاريخي إن شاء الله. إن شاء الله. طيب نبدأ بالمنهج الأول اللي هو المنهج التاريخي. حكينا في المنهج التاريخي أنت قاعد بتتعامل مع بيانات قديمة، أحداث قديمة. المتغير المستقل فيه راح وانتهى، والمتغير التابع فيه راح وانتهى، ماشي. بس انت بتدرسه من باب يعني تقدير علاقات، اخذ معرفة، توقع علاقات، لانه حكينا السببية مستحيلة فيه، وبناء وتبني عليها يعني استشرافات للمستقبل، تنبؤ بأنه الأولى أنه ما أسلك السلوك الفلاني. هذا علميا، معرفيا لا، ممكن تكون أنت يعني تقريبا جازم بأنه مسار الأحداث في الطريقة هاي، تقدر يعني تتوقع أسباب معرفيا، ولكن علميا لا، ما في عندك الأداة العلمية المناسبة لأنه أنت أصلا مش موجود. طيب المصادر البيانات في المنهج التاريخي، من وين أنا بحصل على البيانات؟ إذا أنا بدي أدرس دراسة تاريخية لشيء صار في السابق في الماضي، في عندي السجلات، المخطوطات، الرسائل، القوانين، الصحف، المذكرات، السيرة الذاتية، الوصائق، كلها هاي. ولاحظ أنه هاي بيانات قديمة صارت وانتهت، ماشي، تاريخية. هاي البيانات اللي أنا بحصل عليها من ما بحصل على مصادر البيانات تاعتي في المنهج التاريخي. يتعين على الباحث التوثق من صحة مصادر البيانات عن طريق مقارنة مصادر مع بعضها البعض. كيف بدي أتأكد بأنه هذا المصدر سليم صحيح؟ بدي ألاقي طريقة اللي أتوثق فيها من هاي المصادر. وبدي تنتبهوا لشغلة، المصدر المنهج التاريخي هو أكثر المناهج اعتماداً على المهارات الشخصية تاعت الباحث. المنهج التاريخي أكثر المناهج اعتماداً على مهارات الباحث. يعني بالنهاية بالمنهج الوصفي في إجراءات بيشترك فيها الباحثين، المنهج التجريبي في إجراءات بيشترك فيها الباحثين. المنهج التاريخي أكثر المناهج اللي فيها مساحة أكبر للباحث من خلال معرفته، إمكانياته، مهاراته، إدراكه، توسعه في هذا الموضوع، قادر على نقد المصادر ونقد البيانات ومقارنتها فيما بينها، دون عن باقي، دون عن المنهجين الثانيات. تمام؟ هون بيحكي لي بأنه الباحث بده يتوثق من مصدر البيانات اللي هو بده يعتمد عليه. يعني مثلا ممكن يكون في مثلب من المثالب في واحد من مصادر البيانات، أنه يقال بأنه فلان كتب المخطوطة الفلانية، أو المخطوطة الفلانية تنسب إلى فلان، ماشي؟ والمخطوطة هي بتتكلم عن موضوع حيوي، موضوع مهم صار في هذه الفترة الزمنية. ولما ترجع للتاريخ تلاقي بأنه فلان مثلا، هذا اللي يفترض أنه هو كاتب هاي المخطوطة، ما عاش بالفترة الزمنية هاي، ماشي. هذا مثلب بالمصدر اللي قاعد تعتمد عليه، لأنه قاعد بيثير شكوكك بأنه فلان كتب هاي الكلام على الرغم من أنه ما كان موجود. ممكن يكون شخص كتب في تاريخ دولة معينة من الفترة الزمنية كذا إلى الفترة الزمنية كذا، وهو معروف أصلاً بأنه هاي الدولة صار فيها حدث سياسي ضخم جداً، أو ظاهرة زلزال مات فيه الآلاف من الناس، وما كتب
في هذا الكتاب تاعه. فهذا شيء يعني يصعب تجاوزه، يصعب تجاهله، كيف هذا الحدث التاريخي البارز جدا وانت ما كتبته في، والكتاب تاعك اصلا بيتكلم عن الاحداث التاريخيه اللي صارت في هاي المنطقه. فهاي من الوسائل اللي بتثير شكوك عند الباحث، وبالتالي ممكن يصير يطعن في بعض المصادر اللي يعتمد عليها في المنهج التاريخي. ولاحظوا انه الموضوع هذا يعتمد على مهارات الباحث وعلى مدى اطلاعه ومدى تمكنه من الموضوع تاعه. تمام. ادوات البحث التاريخي، لاحظ انه بده يكون في عندي استقصاء، مقابله، واطلاع على البيانات المكتوبه والاثريه. استقصاء يعني الاستبانه، الاستقصاء يعني استبانه، بس استبانه لاشخاص عايشوا مرحله تاريخيه معينه. ماشي. مقابله مع اشخاص عايشوا مرحله تاريخيه معينه مثلا. ماشي. اطلاع على بيانات مكتوبه اثريه تتكلم عن مرحله تاريخيه معينه. صعب تكون المشاهده اداه من ادوات البحث التاريخي. تمام. والتجربه بصيرش تكون اداه من ادوات البحث التاريخي. ليش؟ لانه انا مش موجود. كويس. فبدنا نلاحظ الشغله هاي، انه المشاهده والتجربه ما بتكون من ادوات المنهج التاريخي. يجب ربط الموضوع بالماضي، وبالتالي لا يمكن ملاحظته واجراء التجارب عليه. بالتاكيد عشان هيك الملاحظه والتجربه مش من ادوات المنهج التاريخي. عيب المنهج التاريخي اعتماده على التحليل الذاتي للباحث وغياب الاداه العلميه لتقرير صحه المصادر. هذا اللي كنت احكي لكم عنه الان. المنهج التاريخي بالذات، وهذا العيب تاعه يعني، بيعتمد بشكل اساسي على القدرات الخاصه تاعت الباحث. لانه انا ما في عندي اداه علميه واحده متفق عليها حتى يعني احاكم المصادر بناء على هاي الاداه. فالموضوع معتمد بشكل اساسي على المهاره البحثيه الخاصه بالباحث في هذا المجال. طيب، في عندنا مثال على المنهج التاريخي: الحرف والصناعات في الأندلس منذ الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة. لاحظ بأنه كل شيء بتكلم عنه يعني في الماضي، صار وانتهى. العلاقة بين الإسلام والغرب في ضوء التحولات الإعلامية بعد أحداث 11 سبتمبر. 11 سبتمبر يعني قضية صارت وانتهت. دراسة نظام التعليم في فترة تاريخية معينة بغرض معرفة مدى التركيز على أسلوب العصف الذهني في هذه الفترة. دراسة سيرة بعض رجالات التعليم إلى آخره. يعني هاي مجموعة من الأمثلة على المنهج التاريخي. الخطوات في المنهج التاريخي: تحديد المشكلة. لاحظ رح يكون في جزء كبير جدا منها مشابه جدا للخطوات العامة اللي حكينا عنها سابقا. بدي أحدد المشكلة، إعداد أسئلة وفرضيات، جمع المعلومات حول المشكلة. يصعب على الباحث في المنهج التاريخي إخضاع البيانات للملاحظة المباشرة، ويمكن إجمال مصادر البيانات في الآتي: السجلات، الوثائق، جميع المعلومات، البيانات التي تم صدورها من جهات رسمية إلى آخره، نتائج دراسات سابقة، الشواهد والآثار التي يعني تنتج عن الظاهرة الماضية، مصادر شخصية، علاقات خاصة مثلا أو أشخاص متخصصين. تمام. النقطة الرابعة النقد، وهي ضروري جدا في المنهج التاريخي: نقد البيانات والمعلومات المتعلقة في مشكلة البحث، حيث يجب على الباحث العلمي اتباع مبدأ الشك. دائما أنت بدك تشك بالبيانات الموجودة عندك، المصادر الموجودة عندك والمعلومات، وذلك لأن هناك العديد من المصادر التي تتناول هذه المعلومات والبيانات بشكل غير مباشر. يعني أنت ما حصلت على المعلومات هاي بشكل مباشر، حصلت عليها من خلال وسيط، من خلال طرف ثالث هاي المعلومات. ولأنه مش أنت المصدر المباشر لهاي المعلومات، لازم يكون في عندك افتراض الشك حتى تتوثق من هاي المعلومات، لأنك مش شايفها قدامك. وبالتالي فإن جمع المعلومات دون الرجوع إلى مصادرها الأصلية تفتح المجال أمام الشك القارئ حول موضوعية البحث العلمي، حيث يشك بإصالة المحتوى، وذلك يعني الفكرة نفسها.
طيب نميز بين نوعين من النقد، وهذا يمكن اللي حكى عنه زميلكم. في عنا نوعين من نقد البيانات، في عنا النقد الخارجي وفي عنا النقد الداخلي. شو النقد الخارجي؟ النقد الخارجي التأكد من صدق المعلومات المرتبطة بشخصية المؤلف. أنا وقع بين إيدي مخطوطة، ماشي، هاي المخطوطة تتكلم عن تاريخ الأندلس، ماشي، لسين من الناس مؤلف كتب هاي المخطوطة. النقد الخارجي النقد المرتبط بالمؤلف نفسه، هل كان موجود في الأندلس؟ هل زار الأندلس ولا ما زارش الأندلس؟ هل كان موجود في الفترة الزمنية هاي ولا ما كانش موجود في الفترة الزمنية هاي؟ هل هو من الأشخاص اللي قادرين على أنهم يكتبوا في التاريخ ولا لا؟ أصالة الكتاب، الفترة الزمنية، الفترة اللي انكتب فيها هذا الكتاب أو هاي المخطوطة، ماشي، هل انكتب بعد الفترة اللي بيحكي عنها وبالتالي راح يضعفه؟ هل انكتب قبل وبالتالي كيف عرف؟ هل الباحث كان في المكان ولا ما كانش؟ إلى آخره. هذا بنسميه النقد الخارجي. نعم تفضل. يعني عبارة عن تحقيق دكتور، تحقيق للمعلومات. صحيح صحيح، هذا بنسميه نقد الخارجي. النقد الداخلي لا، نقد في المتن، نقد في المتن. كيف يعني؟ هاي المخطوطة بتحكي عن إنه زلزال صار في الأندلس، ماشي، وفي عندي مخطوطة أخرى درجة الثقة فيها عالي جدا، وأكثر من باحث أكد صحة هاي المخطوطة الأخرى، وهاي المخطوطة الثانية اللي بتحكي عن نفس الفترة الزمنية ما جابت سيرة الزلزال وما حكت إنه صار في زلزال في الأندلس في هذه الفترة، وموضوع زلزال يموت فيه مثلا آلاف الأشخاص، هاي مش من المعلومات العابرة اللي الناس ممكن تتجاهلها وما تكتبها. بالمقابل هذا البحث اللي أنا أو هاي المخطوطة اللي أنا بدي أحاكمها ما جابت سيرة هذا الحدث العظيم، هذا مثير للشك، ممكن يخلي الناس تشكك بصحة هاي المخطوطة إنه كيف تغافلت عن هاي المعلومة. ممكن يعني يتكلم في فكرة معينة والفكرة هاي يستند فيها مثلا يستند فيها لرأي سين من الناس، ماشي، وبعدين يعني أكتشف بأنه هذا الشخص أو هذا سين من الناس ما حكى هاي المعلومة من مصدر ثاني أقوى. هذا نقد في المتن. ممكن يكون في تعارضات في الكلام اللي قاعد بيحكيه في المتن تاع المخطوطة، صار قضية معينة وبنفس الوقت قاعد بنفيها أنها صارت مثلا. فهذا كلياته نقد في محتوى، في محتوى المصدر التاريخي. هذا بنسميه نقد داخلي، نقد داخلي. واضح؟ واضح النقد الخارجي والداخلي. فراس تفضل. دكتور هسه بالنقد الخارجي مشان الفترة الزمنية، لو كان معتمد أسلوب التواتر هذا الكتاب ما صحة المتواترين، يعني هم بيضعفوا كمان. شوف يعني هذا ممكن يضعفوا بالنسبة لغيرك، بيعتمد عليك بالنهاية. يعني أنت إذا اعتبرت أنه حتى لو كان مش بالفترة الزمنية هاي، ولكن هو يعني قاعد بيعطيني معلومات بناء على يعني كلام متواتر في هاي المسألة، هذا ممكن يكون في مجال النقد الداخلي، لأنه هاي المعلومة أعطاك إياها في المتن، في متن الكلام تاعه، ماشي؟ أيوة. واعتمد فيها على معلومات متواترة، وبالتالي التواتر بزيد بنسبة عالية جداً من ثقتك بالمعلومة اللي أنت حصلت عليها. تمام؟ شكراً. شكراً جزيلاً. غيره يا شباب. دكتور أنا ما فهمت ليش القوانين ممكن أعتبرها من المنهج التاريخي؟ هو بيحكي عن قوانين قديمة زي قوانين حمورابي مثلا، يعني أشياء قديمة صارت جزء من المخطوطات، قوانين هي بتتكلم عن موضوع قديم. أو أنت بدك تدرسي ظاهرة اجتماعية صارت عندنا في الأردن، والقوانين بهذيك الفترة كانت هيك، قوانين قديمة يعني ممكن يكون جزء كبير منها بقى لازال موجود، ولكن هاي القوانين كانت موجودة بهذيك الفترة الزمنية صارت جزء من هذاك التاريخ يعني. طب لو كانت قوانين علمية مثلا قانون الجاذبية الأرضية؟ لا 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 ما بتكلم عن المواضيع هاي. لا أكيد لا، تمام، هي ظاهرة طبيعية، القوانين بمعنى القوانين القانونية يعني. دكتور ممكن سؤال؟ تفضل يا محمد. الله يزيد فضلك دكتور. بموضوع النقد الخارجي، طب أنا بحثت في أحد المصادر مثلا
وجدت معلومة واحدة فقط عن هذا الشخص ولم أجدها في مصدر أو مرجع آخر، فبالتالي لا أملك تأكيدها ولا نفيها، كيف بدي أتعامل بالطريقة هاي؟ شوف يعني أنا قلت لك في المنهج التاريخي العيب تاعه بأنه معتمد على الباحث نفسه. أنت ممكن تعتبر بأنه هذا المعلومة الواحدة اللي إجتك معلومة كافية لأنه إجت من مصدر موثوق بالنسبة لك وصحيحة وما بتتناقضش مع شيء آخر فبتقبلها. غيرك لا، ممكن يعتبر أنه هاي لا، هاي بالنسبة لك هي معلومة صحيحة، غيرك لا ممكن يعتبر لا معلومة خاطئة مش كافية حتى تكون مقنعة. وهذا يعني عيب من عيوب المنهج التاريخي، بأنه معتمد بشكل أساسي على المهارات الخاصة والانطباعات الخاصة اللي موجودة عند الباحث. تمام؟ غيره يا شباب. النقطة الخامسة تحليل البيانات والمعلومات المتعلقة، وغالباً التحليل بيكون ذاتي. في هذه الخطة تكون بداية الباحث في توقع أسباب الظاهرة التي يريد دراستها كي تساعده على تفسيرها. تحليل ذاتي، وأنت بصير ترجح من خلال النتائج اللي حصلت عليها والبيانات اللي أنت حصلت عليها، ترجح صحة معلومة وخطأها. بالنهاية بتقوم بتوثيق وكتابة البحث تاعك من نقطة البداية إلى أهمية البحث تاعك، إلى المشكلة اللي أنت تعرضت لها، المشكلة البحثية، إلى الفجوة البحثية بمعنى أهمية البحث تاعك بإيش تميز عن غيره، الدراسات السابقة إيش تركت فيها مع غيرك وإيش خالفت غيرك فيها، المنهج اللي أنت اتبعته بالتأكيد منهج التاريخي، بدك تشوف النتائج، التوصيات إلى آخره بلغة واضحة وبشكل موضوعي وبشكل محدد. هذا كل شيء متعلق في المنهج التاريخي. في حدا عنده أي سؤال؟ حاضر الجاي إن شاء الله رح نبدأ مع المنهج التجريبي. في حدا عنده أي سؤال لحد الآن؟ يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك يا سبب. طيب أنا بدي أحكي لكم بأنه أو أذكركم بأنه امتحاننا امتحان الميد راح يكون متى؟ مين ذكرنا فيه؟ متى امتحان الميد؟ خميس 5/8 يوم الخميس. خليني أودي لكم على الشات. طيب وصلكم؟ يعني أنا وديت لكم سابقا على الإي ليرنينج وبذكركم مرة ثانية، راح يكون الامتحان الميد مادة البحث العلمي بالوحدة الأولى والثانية فقط يوم الخميس 5/8 الساعة 11 قبل الظهر، يعني في موعد محاضرتنا. راح يكون على منصة إكزام 2، ومنصة إكزام 2 نفس الباسورد واليوزر نيم الخاص بالإي ليرنينج. مدة الامتحان راح يكون 35 دقيقة، مدة الامتحان راح تكون 35 دقيقة، وعدد الأسئلة 25 سؤال، ويمكنكم التنقل بين الأسئلة، بإمكانك تكون السؤال الثالث ترجع للأول تروح على العاشر إلى آخره. وبتمنى لكم علامات كاملة مش علامات عالية، أتمنى لكم علامات كاملة، أتمنى الجميع يجيب 25 و25. أسئلة سهلة multiple choice ومباشرة وما فيهاش لف ودوران وواضحة جدا، وبتمنى أشوف العلامات الكاملة. واضح؟ واضح جدا يا دكتور، أنك تسهل علينا الأسئلة إذا في مجال. والله ما ظل غير أكتب لكم السؤال مع الجواب بس. الله يعطيك الصحة والعافية. الله يعني الأولى امتحنا فيها، عملنا فيها كويز صح؟ والله سلسلة الكويز إنها إجت مرتبة وسهلة دكتور الحمد لله. لا هو هو سهل، يعني المساق هذا أنا حريص بأنه يكون سهل على الطلاب إن شاء الله. ربي يحفظك. الله يعطيك الصحة والعافية دكتور. الله يحفظكم جميعا. طيب في حدا عنده أي شيء؟ تفضل يا رؤى. يعطيك العافية دكتور، كنت بدي أسألك الوحدة الأولى نحن امتحنا فيها لا بس سألت، شكرا. كويس انه امتحنتوا فيها عشان يعني المعلومات تضلها فريش ما تغلبكوش كثير.
تفضل يا فراس. دكتور يعطيك العافية بداية. دكتور لما تبعث على الإيليرنينج ممكن أطلب منك أنك تكتب اسم المساق، لأني أنا منزل عندك مساقين نفس المساقين بنزل نفس الخربة. هاي ملاحظة انتبهت لها جديد، يعني أنه الطالب لما يكون منزل أكثر من مساق عند نفس المدرس الإيميل بيروح وكأنه يعني لأنه المصدر واحد بيروح وكأنه من شعبتين. بس لو تصير مثلا تكتب اسم المادة بداية من قلبك بيها. حاضر حاضر يا فراس، أشكرك دكتور وبارك الله فيك. الله يحفظك. غيره يا شباب؟ طيب يعطيكم العافية وإن شاء الله بنلتقي بالامتحان وبيكون امتحان سهل. احنا الامتحان تاعنا يوم الخميس صح؟ الخميس خمسة. يعني ضل في عنا كمان محاضرتين إن شاء الله، الأحد والثلاثاء قبل الامتحان إن شاء الله. الأحد إن شاء الله بنلتقي إن شاء الله رب العالمين. يعطيكم العافية يا شباب، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.